هذه العلاقات استثمرت لصالح طهران وهي التي تتحكم فيها وميزانها مختل. وإذا أردت أن أقدم لك أدلة فأقول لك جيب لك قوشر وشيل. ذاك اليوم قطعت المياه عن ديالة وديالة كتلها العطش وقمنا نودي بالتنكرات إلى ديالة لأنه مصلحة إيران تقتضي أن تقطع هذه الروافد. الآن بالسادس بالسابع وفي كل مرة يقطع الغاز الإيراني بحجة عدم دفع المستحقات في شهر، يعني تعبنا من هذا الموضوع. أنتم لديكم تكامل مع العراق بعشرين مليار دولار، شنو اللي أنت إحنا استفادينا مع الإيرانيين؟ راح تقول لي دعمناكم بسلاح أثناء معركة داعش. السلاح شكرا جزيلا دفعنا أثمانه ونحن قاتلنا. لماذا لا يتم النظر بإيجابية لهذه العلاقة؟ لماذا تستثمر من طرف واحد؟ أولا أنت ذكرت فقط نقطتين وهي نقطة الماء ونقطة الكهرباء ولم تذكر نقطة أخرى. ثانيا حجم التبادل التجاري بين إيران وبين العراق 12 مليار وليس 20 مليار. سيصل بتصريحاتكم إلى 20 مليار دولار نهاية هذا العام. حبيبي سيصل. عندنا 15 الآن سيد مداري. نحن نتحدث الآن. أنت تفضلت أنه حجم التبادل التجاري الآن 15 مليار دولار سيد مداري. في أعلى مستوى هو 12 مليار. ومن الطرفين. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أولا في موضوع الكهرباء. الكهرباء على الرغم من وجود من أن إيران اليوم تعاني من مشكلة الكهرباء لكنها لم تقطع لا الكهرباء ولا الغاز على الرغم من أن العراق لم يدفع المستحقات. وهذا تصريح السيد الكاظمي رئيس، وأنا لا أتحدث من نفسي. السيد الكاظمي بالأمس صرح بأن الإخوة الإيرانيين بنفس يعني بدقة أنا أذكر لم يقصروا معنا على الرغم من عدم تسديد المستحقات لكن لم يقطعوا. لكن هذا الإعلام، هذه مشكلة الإعلام، أنه أعلى سلطة في البلد يصرح بأن الإيرانيين على الرغم من عدم تسديد المستحقات لم يقصروا معنا والإعلام يطبل ويزمر بأنهم قطعوا. لا يطبل ولا يزمر. أنا لست أدري. هذه التصريحات المسؤولين أنا لست في أدري. وزارة أنا لست أدري. هل نأخذ العراقية يا أستاذ مداري؟ حبيبي أنا أتحدث يعني عن السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء. أنا ثلاث يعني حلقات. أنت تكذب الكاظمي. ثلاث حلقات. أنت تكذب الكاظمي. ثلاث حلقات. أنت تكذب أنا الكاظمي. أنا لا أكذب. أنا أحترم أنت رئيس. أنت تكذب الكاظمي. جاوبني. يا سيد جاوبني. يا البارحة سيد. البارحة السيد الكاظمي آخر تصريح لآخر مسؤول عراقي وأعلى مسؤول عراقي البارحة قال أن الإيرانيين لم يقصروا معنا، الإخوة في الجمهورية الإسلامية لم يقصروا معنا. نعم. ولم يقطعوا الكهرباء. إذا تريد أن تكذب السيد الكاظمي هذا موضوع آخر. أما في موضوع المياه هذا بالنسبة للكهرباء. نعم. وطبعا حتى لو كانت إيران تقطع الكهرباء كان من حقها لأنه كل شيء بمقابل. لا يمكن أن يكون هناك ثلاثة أو خمسة، لا أناقش العدد، لكن كذا إكس مليار دولار مستحق لا يسدده العراق ثم نطالب بالاستمرار في تقديم الكهرباء. هذا غير معقول بأبسط منطق التجارة البينية بين البلدين. لكن على الرغم من ذلك إيران لم تقطع، على الرغم من أنها تواجه مشكلة في الداخل من ناحية الكهرباء.